نشكركم على حضوركم المعرض وتغطيتكم لجميع الفعاليات. المعرض معرض اسطنبول للكتاب العربي في نسخته الثامنة هو يحصل لمدة 8 سنوات بشكل مستمر وبشكل متكرر، ويتم تنظيمه من قبل جمعيات مشتركة وهي جمعيات تركية وعربية، فالتنظيم مشترك بين الجانب التركي والجانب العربي في هذا الجانب. في هذا المعرض تظهر الجاليات بمختلف البلدان العربية، ويظهر الزوار الأتراك وهم يتصفحون الكتب العربية ويطلعون على محتوياتها. فالمعرض لا يمكن أن يعتبر مجرد معرض للكتب، وإنما هو مهرجان ثقافي فكري متكامل يتم من خلاله مناقشة الأفكار وطرح الأفكار وبيع الكتب للجمهور ولزوار المعرض. نسبة الإقبال على المدى البعيد هي في تزايد قطعا، ولاحظنا هذا المعرض من خلال السنوات، يعني منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الثامنة، والأعداد تزيد والحمد لله. ونحن كل سنة يعني يتم تنظيم فيها المعرض، لجنة الإدارة تضع فيها معايير أعلى من السنة السابقة، فنلاحظ أن الإقبال كبير جدا، سواء من الجاليات العربية أو الجاليات أو المجتمع التركي الذي يقوم بزيارة المعرض، والتغطيات الإعلامية المكثفة التي تحصل تجذب لنا المزيد من الزوار. بخصوص الفئات العمرية، نحن يعني كل سنة نتفاجأ ونسعد حقيقة بأن نرى الأجيال الجديدة تقبل على الكتاب الورقي وتهتم به وتقوم بشرائه. حتى الرحلات المدرسية التي تقوم بتنظيمها المؤسسات التعليمية إلى المعرض، نلاحظ إقبال كبير من الطلاب إلى شراء الكتب والاطلاع عليها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا، طبعا كبار السن متواجدين وبكثرة ويطلعون، ولهم مؤتمراتهم وفعالياتهم ومحاضراتهم، وهم متواجدون وهم الركيزة الأساسية للمعرض. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بخصوص الكتب الإلكترونية، مثل ما تعرف حضرتك للكتاب الورقي جمهوره الذي لا يمل منه. الكتاب الورقي مميز ولا يمكن الاستغناء عنه. مع أهمية الكتاب الإلكتروني، يبقى الكتاب الورقي هو الأساس والمفضل لدى القراء. تنظيم مثل هذا المعرض الدولي الكبير في بلد غير عربي قطعا يواجه الكثير من الصعوبات، صعوبات الشحن، صعوبات لوجستية، صعوبات في التنظيم. هناك الكثير من التحديات التي قامت إدارة المعرض مشكورة بالعمل على حلها، وبهذا الشكل نرى هذا المهرجان الثقافي الكبير ينجح ويحقق النجاح سنة بعد أخرى، ونسأل الله الاستمرارية لهذا العمل. الراعي الرسمي لهذا المعرض هو غرفة تجارة اسطنبول، أيضا وزارة الثقافة والسياحة أيضا تقوم برعاية هذا العمل وهذا المعرض، وكالة الأناضول أيضا متواجدة في الرعاية الإعلامية لهذا المعرض. فالجانب التركي داخل في جوانب التنظيم وجوانب الرعاية، بالإضافة إلى الجانب العربي بمختلف المؤسسات والناشرين والجمعيات. أهلا بقناة الرافدين، أهلا وسهلا بكم. أنا ابنة المرحوم المؤلف الدكتور أورخان محمد علي. بصراحة المرحوم والدي توفى سنة 2010، ومنذ 13 عاما أنا أقوم بإعادة طبع كتبه، وهناك بعض الكتب لم تطبع فطبعتها لأول مرة بعد أكثر من 20 عاما. كان المرحوم والدي يهتم بالأدب، يهتم بالعلم، يهتم بالفيزياء، يهتم بالكيمياء، يهتم بالاقتصاد، هو رغم أنه يعني كان يريد أن يؤلف كتاب عن الرياضيات تناقض نظرية التطور، ولكنه عمره لم يسمح له بتكملة هذا اللي حضر بنية تحتية له. آخر كتاب كان له بصراحة يعني كان مريضا جدا يعني، فآخر شهر قال يا ابنتي، أنا بنت الوحيدة لي أخوة اثنين ذكور، أنا يعني ما عنده بنت، فأنا ليست عندي أخت بصراحة. فكانت علاقتي مع المرحوم والدي علاقة حميمية وعلاقة جدا معجبة به كنت أنا، لدرجة أنه أنا اخترت أكون أيضا مثله مهندسة إنشاءات. فبصراحة قال يا ابنتي يعني أنا ليس لي من الوقت أن أقوم بتأليف كتاب عن الأرمن وكذوبة التطهير العرقي للأرمن،
وسأكتفي بترجمة كتاب موثوق، يعني كتاب وثائقي مهم جدا للبروفيسور يوسف حلاجوغلو، من التركية إلى العربية، لتسد فراغ مهم في المكتبة العربية. بالنسبة للإقبال على كتب، نعم أيضا الحمد لله جيدة، يعني في ما شاء الله إقبال من خاصة من الجيل الجديد، يعني الجيل هذا لهاي جيل الثمانينات، جيل جديد يجب التعريف بسلسلة كتب الأرخانيات بهذا الجيل الجديد. مثلا أحب أن أذكر حادثة صارت عندي يوم الأحد عندما جئت المعرض، محمد عمره 14 سنة وقف أمام السلطان عبد الحميد، فقال لي أنا قرأت السلطان عبد الحميد العام الماضي وأعجبت كثيرا بأسلوب أستاذ أرخان محمد علي. قلت كم عمرك؟ قال 14 سنة. قلت أنت عمرك 13 سنة وتقرأ هذا الكتاب أكثر من 500 صفحة وتقول به أسلوبه جدا سهل وأعجبني، فكيف به يقارن بين أسلوب الكتاب في هذا العمر؟ فعندنا جيل ما شاء الله يبشر بالخير. بصراحة نحن كمؤسسة ممثلة للطلبة العراقيين رسمية وحصرية في تركيا، تم دعوتنا من قبل إدارة المعرض للمشاركة في جناح رواق الطلبة، وذلك من أجل دعوة الطلبة العراقيين وتشجيع الطلبة العراقيين إلى زيارة المعرض. نحن هنا للتعريف بالجمعية ولتعريف بتاريخ العراق ومؤسسات العراق، وأيضا للتعرف على الطلبة العراقيين والعرب بشكل عام. إقبال الطلبة في هذا المعرض، إقبال الطلبة العراقيين كان كبير جدا. نحن اليوم في اليوم السابع للمعرض، لاحظنا وجود الطلبة العراقيين على مدار الأيام جميعا، يوميا يمر علينا تقريبا أكثر من 300 أو 400 طالب عراقي، أنا عراقي من باب السلام كذا وإلى آخره، فالأعداد كبيرة جدا. أما من ناحية الإقبال على الكتب الورقية، بصراحة أنا كطالب جامعة في تركيا أدرس تخصصين، في آن واحد ما عندي كتاب أدرس به في الجامعة، كل الكتب اللي أقرأ عليها عن طريق الإنترنت، وبنفس الوقت المصادر مالتي عن طريق الإنترنت. لذلك ارتئينا نحن كجمعية الطلبة العراقيين في تركيا إلى تأسيس نادي باسم نادي تبادل المعرفة. هذا النادي نقيم جلسات أسبوعية تقريبا ثلاث أو أربع جلسات في الشهر لتبادل الكتب بين الطلبة العراقيين، وبنفس الوقت نحدد عنوان كتاب ونجتمع لمناقشة هذا الكتاب ومآلات هذا الكتاب وإلى آخره. لذلك نحن في جمعية الطلبة العراقيين لاحظنا ابتعاد الطلبة العراقيين أو العرب عن الكتب الورقية والتزامهم بالكتب الإلكترونية أو ما شابه، لذلك أقمنا هذا النادي لتشجيع الطلبة إلى العودة إلى الكتب الورقية، لأنها ستبقى دائما هي الأساس والاعتماد على الكتب الإلكترونية. هنالك أنواع للقراءة، هنالك أنواع للكتب، هنالك كتب تحمل قيم سامية نتميز بها نحن كمجتمع عراقي، وهنالك كتب أخرى تحاول تشويه فكرنا وقيمنا الإنسانية وقيمنا الدينية وما شابه. في معرض إسطنبول الدولي للكتاب على وجه الخصوص الكتب مختارة بطريقة مميزة تحمل نوع من القيمة الإنسانية الحقيقية وليست القيم الأخرى الدخيلة على مجتمعاتنا. فنعم نحن نشجع الطلبة العراقيين على زيارة معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، لأنه يختلف تماما عن أي معرض للكتاب العربي في أي دولة عربية أخرى. هو فعلا مميز بنوعية الكتب ونوعية الزائرين ونوعية العلماء والأدباء المفكرين الموجودين داخل المعرض. نحن هذه مشاركتنا الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب وبدعوة من إدارة المعرض، ونحن حريصين على أن تكون لدينا مشاركة في الدورات القادمة ومشاركة فاعلة وقوية من خلال إنشاء محاضرات ودورات تدريبية داخل قاعات المعرض، وذلك للجمع لوضع نقطة التقاء ما بين الأدباء والكتاب والشعراء وبين الطلبة لتبادل الخبرات والاستفادة من وجودهم وخبراتهم.
الحمد لله شاركنا في هذا العام في معرض اسطنبول للكتاب بقسم أو بدار منار الفكر للنشر والتوزيع، وبفضل الله سبحانه وتعالى شاركنا بتقريبا 18 إصدارا الجديد تماما منها، طبعا هي كلها طبعت جديدة لكن بعضها إعادة لكتب قديمة تم يعني تمت مراجعتها، لكن الجديد منها عنوانان: معالجة القرآن لنفوس المصلحين، وهو كتاب فيه تأملات في سورة آل عمران في الآيات المتعلقة بغزوة أحد، وكيف عالج الله نفوس أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مع قضية المصيبة وما يتعلق بها. والكتاب الآخر هو كتاب السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع والعمل الإصلاحي، وكلها بفضل الله ألفت يعني ألفتها قريبا وصدرت لأول مرة الآن، بالإضافة إلى كما قلت 14 إصدارا جددت وأعيد طباعتها من الكتب السابقة. بالنسبة للإقبال يعني الحمد لله رب العالمين، احنا يعني عندنا بالموازاة أو بالتوازي مع الكتب عندنا برامج تعليمية، وهذه البرامج التعليمية هي عالمية إلكترونية عالمية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني دخل فيها مئات الآلاف من الطلاب، وهذا صنع حالة من الإقبال على الكتب، لأن هذه البرامج طويلة الأمد، يعني عندنا بعض البرامج مدتها 4 سنوات، وكثير من المقررات هي يعني هي طبعا هي ليست خاصة بالكتب التي نطبعها، هي مقررات واسعة وفيها يعني مؤلفات أو كتب كثيرة مختلفة ومتعددة المؤلفين والمصادر، فهذا بفضل الله في الوقت الذي حدث فيه قدر من الانحسار عن الكتب الشرعية والكتب الفكرية الإسلامية صار هناك مد جديد، مد مقبل على العلم ومقبل على القراءة، بل بمعايير أفضل من المعايير اللي كانت موجودة سابقا. بالنسبة للكتاب الإلكتروني لا شك أنه الكتاب الإلكتروني أدى إلى قدر من الانحسار عن الكتاب الورقي، هذه القضية يعني معروفة، لكن أنا بالنسبة لي حقيقة ما أرى أنها مشكلة، ما أرى أن انتشار الإلكتروني مشكلة، وإن كان عدم الإقبال على الورقي مشكلة، لأنني لا أعتقد أن النتيجة الحتمية على الإقبال أو من الإقبال على الإلكتروني هي ترك الورقي، أحيانا يكون بالعكس، أحيانا يكون لأن الطالب تعرف على الكتب إلكترونيا فسيذهب ليقتنيها ورقيا، ولم يكن ليفعل ذلك لولا أنه تعرف عليها إلكترونيا، فهي يعني. والشيء الآخر يا أخي، إذا وجد أناس من الناس ما يتوفر لهم الورقي وأخذوا الإلكتروني فالحمد لله رب العالمين، يعني هو في الأخير المقصود إيه، لكن بشريطة ألا يؤدي هذا إلى الانحسار الحقيقي الكبير تجاه الكتب الورقية. هذا الإصدار السادس لي بفضل الله، وأشارك من خلال كتاب فكر وازدد عطاء في معرض الكتاب العربي في اسطنبول، هذا المعرض الذي بات يجمع عدد كبير من الكتاب والأعلام اللي عم بيقدموا للفكر العربي والإسلامي كمان قيمة في المكتبة العربية. كتاب فكر وازدد عطاء هو رؤية جديدة لقضايا شبابية معاصرة، على اعتبار ان احنا نحتاج ان نقدم للشباب المعاصر فكر جديد، وهذا الفكر يترجم من خلال مشاريع تخدم المجتمع. لذلك فكر وازدد عطاء، اي حسن طريقة تفكيرك حتى تكون الثمرة مشاريع تخدم المجتمع وتنهض به. كتب السابقة كمان كان عندي من هنا نبدأ، كتاب للشباب قصص ورسائل سريعة، اليوم نحن مثل ما في الفاست فود في الفكر السريع المقدم للجيل الصاعد اللي عنده شوي تحفظ على القراءة، فكتاب من هنا نبدأ، كتاب على انفراد، الخطوات اللي محتاج انه الشباب ان يأخذ فترة يفكر فيها على انفراد قبل ان يخطو خطواته
الأولى فيها، إن كان في الدراسة، في التخصص، في الخطوبة والزواج، في المشاريع التطوعية والخيرية، محتاج أن يجلس على انفراد حتى يفكر في هذه المشاريع ثم يأخذ الخطوة المناسبة. كتاب والتاء للتذكير كتاب رمضاني، كتاب له علاقة بالقوة، العلاقة بين القوة والتقوى، وهون إذا زدنا حرف التاء على كلمة القوة تتحول إلى تقوى، فالتقي هو القوي وليس الضعيف. وكتاب مطابق للمواصفات، معايير الجودة الإنسانية وفق المنظومة القرآنية، أن تكون عقلانيا مطابقا للمواصفات، روحانيا مطابقا للمواصفات، إنسانا مطابقا للمواصفات. اليوم اللي بات هذا الجيل اللي يشاهد ما يحدث حوله بات يكفر بكل المنظمات اللي رفعت يوما شعار حقوق الإنسان، فنحن محتاجين أن نكون إنسان مطابق للمواصفات وقرآني مطابق للمواصفات، كما كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا مصاحف تمشي على الأرض. نحن محتاجين أنه كمان نعيد هذا التصنيع الفاخر، هذا الإنتاج البشري الفاخر، ليعود الجيل مصاحف تمشي على الأرض في ضوء القرآن والسنة. فهذه 6 إصدارات تخاطب الجيل حتى يكون في نوع من تغيير على المستوى الفكري، حتى نرى التغيير على أرض الواقع. يعني لا شك أنه معرض الكتاب العربي بات يشكل نقطة انطلاق للفكر العربي في دولة تركيا، ونرى أنه في إقبال كبير من الشباب، من الجاليات العربية الموجودة في تركيا، اللي اليوم عم يكون لها بصمة في كل المجالات، في المجال الاجتماعي ومجالات التقني والطبي وكل المجالات، عم بيكون في جهود مثمرة للشباب العربي. لذلك هو محتاج إلى القاعدة، إلى المرجعية الفكرية يجدها في معرض الكتاب العربي، هذا التنوع وهذه الإصدارات اللي بتغطي كمان كل مجالات التفكير. الحمد لله عم بيكون في إقبال كبير، خاصة أرى من الشباب، فئة الشباب اللي كنا يعني نتندر أن نراهم في معارض الكتب، واليوم نراهم موجودين في معرض الكتب ويبحثون عن كتب بعينها ويسألون عن قضايا بعينها، وهذا مؤشر إيجابي جدا صراحة. ومعرض الكتاب العربي في اسطنبول يعني يقدم لهم هذا التنوع، ويقدم لهم هذه المرجعية اللي ممكن أن يستندوا إليها. الفنانة السورية حنين زينب، شاركت في معرض الكتاب أنا والعديد من الفنانين التشكيليين. طبعا معرضنا عن القضية الفلسطينية اللي هي قضية كل إنسان حر. حبينا من خلال هذا المعرض نوصل رسالة لأهلنا بفلسطين وللعالم بأنه بأهمية الشيء اللي عم بيصير مع أهلنا بغزة، ونتمنى من الداخل أن يتم يعني أقل شيء وقف إطلاق النار والقصف عن أهلنا، وتعود الحياة بشكل تدريجي إلى أهلنا في غزة. ونتمنى أنه هذا الصوت يوصل للعالم، وبنقول لأهلنا بفلسطين يا رب الله يفرج عنهم. وشكراً كثير لقناة الرافدين، شكراً لأهل العراق، دائماً لكم بصمة جميلة في كل المعارض التشكيلية. للحقيقة الإقبال جميل جداً، وتفاعل الناس جداً رائع. يعني أنا شاهدت معارض كثيرة ولكن لم أشهد كجمال هذا المعرض وكجمال تفاعل الناس يعني الموجودين هون، فيعني يعتبر من أنجح المعارض الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لاستضافتكم. دار إبداع للدراسات والنشر دار متخصصة تعمل في مجال تنفيذ الطباعة للكتب الثقافية والعلمية، أكثر تخصصا في مجال كتب الأطفال التعليمية، القصص، المناهج
اللغة العربية يعني نعطيها اهتمام عالي في مجال طبع الكتب التعليمية. نحن قلنا مشاركة والله الحمد الثامنة في معرض اسطنبول الدولي للكتاب الإسلامي في النسخة الثامنة، وإن شاء الله سنشارك في النسخة التاسعة بإذن الله. كما نعلم جميعا بأن اسطنبول أصبحت اليوم حاضرة العالم الإسلامي، من أكثر الدول الآسيوية والأوروبية التي بها جالية عربية. لهذا السبب أصبح المعرض معرض دولي. يعني طبعا نشكر الجمعية الدولية لنشري الكتاب العربي التي أولت اهتماما، وكل نسخة ما شاء الله عم تطلع أحلى من النسخة التي كانت قبل. من حيث الإقبال ما شاء الله كبير، ربما الوقت والمطر في الخارج خفف من حدة الزيارات، على الرغم من ذلك نرى يعني والكاميرا تستطيع أن تشاهد وترصد العدد والإقبال الذي نشاهده من الجالية العربية وغير العربية الموجودة في اسطنبول. مؤسستنا اسمها بوابة التاريخ، نشأت منذ عام 2006، بدأت في سوريا وانتقلت إلى تركيا. عندنا العديد من الأعمال، لكن آخر أعمال التي شاركنا بها في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته الثامنة كان من أبرز أعمالنا هو جامع الدول، مؤلف من 14 مجلد. يعني أخذ وقت تقريبا سنتين بين تصميم وتدقيق وإعادة إدخال تصحيحات وإلى آخره، فأخذ مننا جهد عمل سنتين، وكان لي الشرف أن أكون المشرف العام على الإخراج الفني، وكان تصميم الغلاف من اختصاصي الحمد لله. ربما البعض يعني لا يعرف كيف يمر الكتاب أو ما هي خطوات صناعة الكتاب. يمر الكتاب مثلا يأتينا مصفوفا على الوورد، ربما يكون أصله مخطوط باليد، وربما يكون أصله إلكترونيا، لكن يعني الكتب القديمة دائما تأتينا مخطوطة بيد المؤلف من 100 سنة، من 200 سنة، من 700 سنة، فيقرأها مختص ثم يصفها على الوورد فتأتينا نحن على الوورد. طبعا بعد أن تدخل إلى مرحلة التحقيق والمقابلة ثم مرحلة التدقيق اللغوي تأتي إلى المصمم، فننزلها على الانديزاين ونبدأ بإخراجها بالتفصيل، هذا عنوان، هذا عنوان جانبي وإلى آخره. لو أشرح لك على كتاب مثلا هذا الرافعي، حياة الرافعي، أيضا من أعمال بوابة التاريخ. الغلاف من تصميم بوابة التاريخ، وهذه رسم ديجيتال على الكمبيوتر، لأن محمد صادق الرافعي ليس له صورة حقيقية إلا صورة لونها أبيض وأسود ودقتها ضعيفة جدا، فعدنا رسمها ديجيتال على الكمبيوتر. وسنبدأ مثلا في الكتاب، عندما تأتي مثلا الصفحات الأولى، هذا من أعمالنا، يعني هذه تكون هذه دائما من أعمال المصمم. تمام، الصفحة الأولى تأتي المقدمة مثلا بهذا الشكل، تأتي البسملة هنا، المقدمة، نحن من نفعل هذه الأشياء الزخرفية الجمالية للكتاب، ثم يعني ننظم فقرات الكتاب، ننظم أيضا إذا كان هناك عنوان جانبي، إذا انتهت مثلا انتهى الفصل الأول سيبدأ الفصل الثاني هنا، فنضع هذه الرسوم وهذه الزخارف بهذا الشكل. فهذا حياة الرافعي من أعمال أيضا بوابة التاريخ. 500 مرة أجر واحد. طبعا الكوفية الفلسطينية هي
هي رمز لأول شغلة لإخوتنا في فلسطين. فالكوفية الفلسطينية لما وقت حرب 67 لما احتلت إسرائيل الضفة الغربية كاملة واحتلت فلسطين كاملة، فمنعوا رفع العلم الفلسطيني، فصارت الناس تستخدمها كأنه مثل رمز. فكمان كما أيضا صاروا يستخدموا البطيخ، حاليا بنلاقي كثير مثلا رمز البطيخ، عم تلاقي الناس مع السهم مع المثلث الأحمر، الناس عم تستخدمه أنه هو يحمل ألوان العلم الفلسطيني، وتشبها بالناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة حفظه الله تعالى. فنحن بإذن الله حابين نوصل فكرة أنه لسه في شباب لسه بتفكر بالقضية، وأنه القضية بحياتها ما حتموت، والقضية دائما حية في قلوبنا، ومهما حاول الذباب الإلكتروني ومهما حاول أي شخص أن يمحي القضية الفلسطينية من قلبنا فخسئ والله، بأن القضية الفلسطينية دائما ستكون حية في قلبي كل شاب مسلم وكل شاب عربي وكل إنسان يملك ذرة إنسانية في قلبه. الربط بين الثقافة والمقاومة، أنت لا تستطيع يعني أنت حالياً فيك تقول التاريخ، أنت شلون بدك تواجه واحد صهيوني كونه جالس يقول لك لا هذه أرضي؟ أنت إذا ما كنت تقرأ الكتب، ما كنت عرفان تاريخك العربي والإسلامي، أنت بحياتك ما راح تعرف تتواجه مع ذباب إلكتروني أو مع مثلاً خلينا نقول مع شخص صهيوني أو داعم للصهاينة. فمثال بيقول لك نحن عندنا هاي الأرض الموعودة رغم أن الله سبحانه وتعالى طردهم منها منذ آلاف السنين منذ زمن سيدنا موسى عليه السلام، ورأينا كلنا مثلا سابقا لم يكن هنالك السوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي، فمثلا لما صارت النكبة فهل كان في هذا الضجيج مثل ما حصل حاليا الآن مثل معركة طوفان الأقصى وكذا؟ المعركة لم تبدأ منذ طوفان الأقصى، لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل هي قصة ونضال للفلسطينيين منذ أكثر من 70 سنة، مثل ما بيقول أبو عبيدة إنه لجهاد نصر أو استشهاد. فهذه القضية لن تنتهي، يا أما بالنصر يا أما بالشهادة. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يقام وينظم من قبل الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك، وأيضا بدعم من وزارة الثقافة وغرفة تجارة إسطنبول. بالنسبة لأعداد الكتب وأعداد دور النشر، أولا في هذه السنة لدينا أكثر من 250 ناشر من 30 دولة مختلفة شاركوا في هذه الدورة. أعداد العناوين تزيد عن 150 ألف عنوان داخل هذا المعرض، وأيضا عندنا هنا في كل سنة يزيد عدد دور النشر ويزيد عدد الدول المشاركة في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي. ما يميز معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي عن باقي المعارض، صحيح أنه يقام في دولة غير عربية لكن يستهدف الجالية العربية المتواجدة في إسطنبول خصوصا وفي تركيا عموما، وأيضا كل من يتكلم اللغة العربية داخل تركيا سواء من الطلاب الذين يدرسون في مدارس الإمام وخطيب أو في الجامعات كليات الإلهيات، وأيضا بعض الجاليات التي تأتي إلى هنا لدراسة اللغة العربية، بالإضافة إلى الجاليات العربية التي تزايد عددها في دول أوروبا كون إسطنبول قريبة منهم وتعتبر بوابة العرب إلى أوروبا. ما يميز المعرض أيضا وجود متنوع للكتب سواء لجميع الفئات سواء الأطفال اليافعين الشباب الكبار، وتنوع في إذا صح التعبير التنوع الثقافي المتواجد، يعني من تراث إلى تاريخ إلى روايات إلى قصص للأطفال، كل هذا موجود مفتوح المعرض للجميع، ليس هناك حظر إلا ما يخالف قوانين النشر من قرصنة أو غير ذلك. هذا المعرض وفي هذه السنة في كل سنة يكون لدينا شعار للمعرض، في هذه السنة كان شعار المعرض العربية تجمعنا، وهو كان لرد على بعض الأصوات التي خرجت هنا وهناك العنصرية التي تتحدث عن العرب. هذا المعرض جاء لتكريس الأخوة بين شعوب تقاسمت الأرض والتاريخ والثقافة واللغة على مدى أزمان عديدة. أيضا بعد يعني قبل كما نعلم قبل
مدة بدأت أحداث غزة وهذا طغى على كل شيء في العالم على كل الأحداث، فأيضا تم تحويل جزء من المعرض يخصص لتسليط الضوء عن أحداث غزة. فمثلا المعرض الفني المرافق للمعرض، معرض اللوحات والصور، خصصناه فقط لوحات عن الأقصى وغزة. أيضا عندنا خصصنا جزء من المحاضرات للحديث عن هذه القضية. في كل سنة نحن لدينا جديد أيضا، يعني ليس المعرض ليس معرض كتاب فقط، وإنما هو أكبر حدث ثقافي خارج الوطن العربي، خارج جغرافيا العالم العربي. فلدينا جناح للأطفال، ولدينا جناح هذه السنة اسمه رواق الطلبة والشباب. في كل يوم من الصباح إلى المساء برامج متعددة يقوم بها الشباب العربي، خاصة طلاب الجامعات، يقومون بتعريف كل نادي جامعة حسب الاختصاص، يعرف باختصاصه، يقوم بتوعية. هذا من أمور المرافقة للمعرض. بالإضافة إلى عندنا زاوية اللغة يقوم بها، يعني ندرس بها بعض الطلبة الأتراك اللغة العربية وبعض الطلبة العرب اللغة التركية. وأيضا عندنا قسم البارحة انتهى على مدى 3 أيام رافق المعرض، هو قسم بيع حقوق التأليف في هذا المعرض. نحاول في كل سنة تقديم الجديد والبحث عن أفكار جديدة، خاصة كما قلنا هو أكبر حدث ثقافي، والناس هنا والجاليات العربية في اسطنبول وتركيا أصبحت تنتظره من العام إلى العام، فهو ملتقى ثقافي كبير للجاليات وللعرب ولكل من يتكلم لغة الضاد. نحن مشاركتنا كانت مختصرة على قسم الفنون، أسسنا قسم الفنون معرض فلسطين في صورة. هذا المعرض ضمن كثير من اللوحات، شارك فيها عديد من الفنانين، منهم من العراق ومنهم من سوريا وفلسطين وكذلك مصر. صراحة فلسطين في صورة المغزى منه أنه هي كل رسمة أو كل لوحة تكون توصل رسالة بصورة معينة. في منهم وصلوا رسائل أنه في مأساة عم يعيشها أهلنا في فلسطين، مجازر عم ترتكب بحقهم، يجب تسليط الضوء أكثر على هذا الأمر ومتابعة هذا الأمر عن كسب وعن قرب والدفاع عن هاي القضية المصدومة. طبعا كان في تعاون كبير من قبل إدارة معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي لإنشاء هذا القسم والعناية فيه صراحة، يعني جمعنا الفنانين، جمعنا العالم من كل المناطق، كان في عدد وإقبال جدا كبير ورهيب لهذا القسم وباقي الأقسام طبعا، لكن هذا القسم تحديدا كونه يوصل رسالة ورسالة واضحة جدا للزوار. أهم الأهداف اللي نحن بدنا نوصلها إنه كل مين فينا بيعبر أو بيوصل رسالة عن طريق اللي عمله أو عن طريق الشيء اللي بيحسن عليه، فالفنان باستطاعته إنه يقدم هذا الفن بس برسالة. اليوم إذا كنا نحن مثلا عنا لوحة أو عنا صورة، فمن طريق الصورة هي فينا نقدم رسالة للعالم إنه نحن نتضامن معهم بهذا الشيء ونحن معكم بهذا الشيء اللي بنحسن عليه وهو أضعف الإيمان مثل ما بيقولوا. احنا دار الابداع اسكندريه وبقنا اكثر من 45 سنه في النشر، فاحنا بنهتم جدا جدا بقصص الاطفال، لان دلوقتي احنا في يعني طبعا سيطره عقليه على الطفل من ناحيه الالكترونيات، من ناحيه طبعا الانفتاح الاعلامي بالنسبه للطفل. فالحمد لله الحمد لله احنا بنتواكب مع دماغ الطفل، ان احنا بنشوف بندرس دماغه هو عايز ايه وبنوصله للكتاب، يعني بحيث ان نجذبه للكتاب تاني، فما يبقى ده هيرجع له تاني، بحيث ان هي الفتره الالكترونيه دي بتكون فتره مؤقته مش فتره دائمه ان شاء الله باذن الله. السنه دي حصل اقبال زايد على الخطوط العربيه بالذات للاطفال وخصوصا الاعمار الصغيره. الأعمار الصغيرة مطلوبة جدا جدا، يعني يجي يقول لي عايز مثلا حاجة من سنتين، حاجة 4 سنين، على حاجة مثلا 6 سنوات، فعندي الحمد لله كل الحاجات دي متدرجة موجودة عندنا والحمد لله أسعارنا كويسة جدا جدا. وبعدين أنا يعني مبسوطة إن الأهالي هنا عايزين يعني إيه، يعني هو قلة بس اللي يقول لك لا ما بيعرفش يقرأ، لا عايزين يعلموهم
بدينا الحاجات البسيطه ان احنا نقرا لهم عشان هم يتعلموا العربي، لان طبعا كبلد هنا اوروبي مثلا ما القراءه العربيه هنا قليله، ما هياش الاساس. وبالنسبه للكتاب الالكتروني هو طبعا ده حاجه يعني بتجذب الاطفال جدا جدا جدا، مش الاطفال كمان الاهل نفسهم بيعزي حاجه الكترونيه سهله سريعه على الطفل، بتعلمه بطريقه سريعه جدا وخلاص، مع ان دي يعتبر حاجه مؤذيه جدا جدا للطفل، حتى على خلايا المخ البصر السمع كل حاجه مؤذيه جدا. هم عايزين حاجه سريعه اللي تسهل لهم هم بدل ما يشرحوا للطفل، فاهم؟ الطفل الصغير من سنتين ثلاثة أربعة عايز حد يقول له ده اعمل كذا كذا، ده الأم اللي تعمل الحاجات دي. هم بقى بيجيبوا الحاجات الإلكترونية دي بحيث إن هم يسهلوا على الطفل، يسهلوا على نفسهم مش على الطفل، يسهلوا على نفسهم خد اتعلم، فاهم؟ التكرار مع الحاجات الإلكترونية وخلاص على كده عدت وخلاص، مع إن دي ليها أضرارها ودي ليها أضرارها، فاهمني؟ فكل حاجة ليها وقت معين، فإحنا دلوقتي مستمرين الحمد لله في الكتاب، وإن إحنا نوصل لعقلية الطفل، بننزل لعقليته ونفهم هو عايز إيه ونوصله له عن طريق الكتاب. حبيت اني شارك بهالمعرض واهميته لانه بيحكي، يعني كان هدفه يحكي عن الوجع بغزه واللي عم بيصير بغزه واللي فلسطين عموما. شاركت بلوحه بتحكي عن تاثير الحرب على الاطفال، تمام، وانعكاس النيران اللي بالسماء ان شاء الله باذن الله رح تتحول لشمس تشرق بهالسماء. اطفال غزه هن ما لهم اي ذنب اللي عم بيصير، وكثير نحن حزينين جدا على كميه الاوجاع والجرائم اللي عم بتصير بفلسطين. نحن هدفنا كان بالمشاركه عموما انا والرسامين نحكي جزء بسيط من اللي عم بيصير، نوضح بالرسومات صحي قماشه وريشه، يا ريت انه نقدر نحن يعني نعطي ونقدم اكثر، لكن بهي القماشه وهالريشه حبينا نوضح الصور الجرائم البشعه اللي عم بتصير في غزة. إن شاء الله يا ربي النصر إلهم وقريب، والله يعينهم، قلوبنا معهم. نحن بنتمنى إنه الرسالة توصل بهالريشة وهالصور هاي والرسمات اللي عملناها، أكيد بإذن الله رح توصل رسالتنا، وعم نحاول قدر الإمكان نوضح كمية الأسى اللي عم بيصير ضمن فلسطين. يا رب أنا بتمنى إنه توصل الرسالة. طبعا هذا المعرض للكتب العربية يقام في اسطنبول سنويا، وهذا النسخة الثامنة للمعرض، وهي تظاهرة ثقافية كبيرة تعتبر على مستوى تركيا، فهي تلاقح بين الثقافتين العربية والتركية التي تمتد عبر التاريخ، العلاقات التركية والعربية، فهي فرصة لإطلاع الرأي العام التركي والشعب التركي على المطبوعات العربية التي تمثل كافة الجوانب الخاصة بالتراث العربي بالدرجة الأولى وتعريفها للقارئ التركي المهتم بالكتب العربية على كافة مستوياتها الثقافية الاجتماعية الأدبية السياسية الاقتصادية. فهذا المعرض يعتبر فرصة لإطلاع الشعب التركي على التراث العربي. في هذا المعرض توجد دور عراقية أيضا مشاركة، ومن ضمنها مؤسسة البصائر للدراسات والنشر، وخلال تجوالي في منشور خلال اطلاعي على منشورات مؤسسة البصائر للدراسات والنشر وجدت أنهم طبعوا مختلف الكتب التي من شأنها أن تعكس التراث العراقي، مثلا اهتمت بعلماء العراق، نشرت كتبا لعلماء العراق مثل البهجة البرضية والبدر الطالع الذي حققته مثلا الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي،
وكذلك نشروا كتب تاريخية مثلا عن تاريخ الفلوجة وتاريخ مجلس النواب العراقي أيام العهد الملكي، إضافة إلى كتب تخص السياسة العراقية، الوضع العراقي كالمقاومة العراقية وعن حياة الشيخ حارث الضاري الله يرحمه، يعني كتب متنوعة تخص كل الشأن العراقي ما قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال. أنا فاطمة العبيدان، كاتبة مؤلفة كتاب لهفة مشاعر، رسائل كتبت ولم تقرأها أنت. الكتاب عبارة عن خواطر عملتهم على شكل رسائل مشان هيك توصل من القلب للقلب، أقرب للمتلقي، كونه رسائل بتعبر عن ما في الوجدان. هو عبارة عن 45 رسالة. الكتاب هيك ظريف وخفيف، يعني سلس بالقراءة. يعني الكتابة اجت فجأة، أنا داعمة نفسية وبشتغل بالدعم النفسي، كتبت خاطرة خاطرتين، بعدين أخذت إيدي صرت أكتب خواطر، ما كنت حابة أنشرهم، بس شفتهم صاروا كتار، جيت حكيت مع دار نشر وقلت لهم أنه أنا بكتب خواطر رومانسية، اطلعوا عليهم ورحبوا بالفكرة وقالوا لي أنه نحن منشجعك أنه تنشري الكتاب. الموسوعة التاريخية جامع الدول تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ في العالم الآن، الخاصة في تاريخ الدول والممالك. مؤلف هذا الكتاب أحمد ددا منجم باشي، وزير وقاضي القضاة في حكومة السلطان محمد الرابع، ومحقق هذه الموسوعة التاريخية هو الدكتور البروفيسور محمد حرب. هذا الكتاب تناول تاريخ الدول منذ بدء الخلق وحتى عام 1672 ميلادية، طبع محققا وكاملا لأول مرة على ثلاث نسخ خطية، إحداها النسخة الكاملة المكتوبة بخط يد المصنف وعليها ختم السلطان العثماني أو عثمان الثالث، وعليها أيضا ختم مفتش الأوقاف لإثبات أنها من أوقافه. لماذا تكتسب هذه الأهمية؟ لأن هذه الموسوعة تحدثت عن دول نشأت وقامت، عن حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكيف اندثرت، وما هي الدول التي انبثقت منها. تحدث عن دول لأول مرة أنت تسمع عنها، تحدث عن دول في أقصى آسيا، في أوروبا، في القوقاز، في الشرق الأوسط الحالي يعني قديما في الحضارات العربية، تحدث كأن منجم باشي في ذلك الوقت كان يمسك الكرة الأرضية بين يديه ويسرد تاريخ الدول. لأجل ذلك فإن هذه الموسوعة تكتسب هذه الأهمية، وصنفت بأنها واحد من ثلاث مراجع عالمية متخصصة بتاريخ الدول.